ضمن حملة 16 يوما لإنهاء العنف ضد المرأة وتحت الشعار من التمكين في المنزل إلى التمكين في العالم تعزيزا للمساواة بين الجنسين، أنار بيت الياسمين بناء المركز الطبي المحدث باللون البرتقالي. نحن اليوم جينا بهالتأييد قدام المركز الطبي المحدث نضوي هالمبنى باللون البرتقالي، هو علامة على الوقوف هالوقفة مع المرأة ضد العنف. أكيد هذا ضمن سلسلة الفعاليات اللي عم ينفذها بيت الياسمين ضمن حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد المرأة. هي كانت إضاءة مركز الطبي المحدث اللؤلؤة. بعد إضاءة المركز رح ندخل نزور المرضى والجرحى في المركز الطبي المحدث. مشاركتنا هادفة لتخليص المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا العنف الذي عانت منه سنوات وسنوات وسنوات وأصبح متوارثا. كان شعار حملتنا من التمكين في المنزل إلى التمكين في العالم تعزيزا للمساواة بين الرجل والمرأة. يرمز اللون البرتقالي التي تم تخصيصه لونا للحملة إلى مستقبل أكثر إشراقا وعالم خال من العنف ضد المرأة. هذا وزار المشاركون عددا من المرضى والتقوا الكادر التمريضي في المركز الطبي المحدث. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة.